نرجعوا لصباحكم تونسي نواصلوا بلوتو احنا نقولوا ان شاء الله نرجعوا لمهرجاناتنا كنا نتفرجوا في اجواءنا التونسيه ان شاء الله نرجعوا لمهرجانات ان شاء الله سنين نتمتعوا بالمهرجانات وبالفضاءات نتاع المهرجانات نتاعنا اذا كان بالطبيعه احنا نواصلوا الانضباط اكيد ان شاء الله من هون الجمعتين اخرين باش نوصلوا النتيجه باهيه برشا نكونوا فرحانين بها الكل ونفتخروا كالعاده قدام العالم بانه تونس تجاوزت المحنه بامتياز. اذا نستقبلوا نرجس الزغديدي فتوح كالعادة مهندسة الديكور معنا في فقرة الديكور. أهلا وسهلا مرحبا بك نرجس. صباح الخير ندى. صباح الخير سادة مشرف. عيدك مبروك. عيشك عيدكم مبروك. ميرسي بوكو. من الناس اللي فرحت برشا كي كلمتها قلت لها نرجس رانا باش نرجعوا قالت لي إيه فرصة نرجعوا ونخدموا معناتها نرجس من الناس اللي تحب خدمتها برشا وتحب حضورها معنا برشا. يا عيشك يا ندى ميرسي بوكو. أن بليزير ديجا باش نخدموا مع بعضنا ونعطيو كل مرة دي زيدي مواكبة للسيتياسيون اللي احنا فيها ولا للطقس اللي احنا فيه اتسيتيرا ديما نعطيو دي سوليسيون ودي زيدي ودي استوس ان شاء الله للمشاهدين. دونك الصيف جاي ان شاء الله بعد شويه باش نحكيو على ميناجمون تاع لي تيراس والفضاء الخارجي كيفاش نخليوه حاجه مزيانه وحلوه ونقعدوا فيه قاعده مرتاحه. فوالا ندي سورتو كو توا احنا اون ايفيت الخروج تعرف فيو لا سيتياسيون اون ايفيت الخروج واللمات البرا اتسيتيرا دونك اون بروفيت من لي كوان اللي عندنا في الدار يكونوا اغريابل باش نستغلوهم على احسن وجه. باهي كالعاده التدخل نتاعك ان شاء الله باش يكون مرفق الصور اللي باش نعرضوهم بعد شويه لكن خلينا تو نمشيو للشيف اسماء عاد نعطيوها وقتها تقدم لنا شنو هو الدباره مره اخرى ذكرنا الشيف اسماء وتقول لنا شنو هو المكونات باش تحضروهم وتنجموا تبداو تحضروا اكله اليوم معها اسماء. عايش كي ندي وربي فضلك توا رجعنا لل باش نبداو ما رجعناش اما باش نبداو الغسات نتاعنا ديما كيما قلت لكم كيف نسبق الديسير والا نسبق الحاجه الحلوه الوغ راهي تاخذ وقت اكثر من الحاجه المالحه، المالحه نعرفوا ناكلوها سخونه، مي هوني عندنا ديمولاج وعندنا حاجه لازمها ترتاح. بديت معاكم البارح كيما قلنا وحكينا قلنا توا رجعنا فطور الصباح باش نعطي دي زيدي لفطور الصباح وباش نعطي زاده كيف كيف ديغوتي للعشيه للصغار اللي ما رجعوش يقراوا وللصغار اللي رجعوا يقراوا كيف كيف باش نلقاو حاجات يفطروا بهم الصباح. باهي البارح عملنا كيك بازيك اللي هو الكيك الفاني سامبل اللي ما فيه حتى شيء. كيف عملته؟ عملته لكم البارح بطريقه اقتصاديه شويه اللي هو بالزيت، عملته زيت وسكر وعظم وفرينا ما فيه حتى شيء دو سبيسيال ابار انه كيك عادي نجمو نفطر به الصباح وسهل والمكونات نتاعو الكل موجوده في كل دار. باهي اليوم يلزمنا بيان سور جينا ويكاند وناخذوا شويه بخاطر الصغيرات وباش نعملوا كيك وشوكولا. ديما عندنا الكيك وشوكولا عندنا كالرهبه منه كيفاش باش ندخل الشوكولاته في وسط الكيك بالك شي ما يجينيش بالك شي ما يطلعليش بالك شي يتكلف برشا خاطر كي راهو كيك وشوكولا ديما ماشي في بالنا ويجينا البانيك تاع برشا شوكولاته. انا هوني اليوم اخترت المول هذه غيان كو باش نبدل على الفورمه تاع الكيك خاطر الكيك هو راهو الفورمه هذيك كي تتحط فيه يولي اسمه كيك اما نجمو نبدلوه في حاجه اخرى ونعملوا بيه امتي جاتو هكا نعديو بيه سهريه السبت والى العشيه اذا كان مع قهاوي والكل ونعملوا بيه جو تولي ان جاتو نجمو نزيدوها اضافات من الفوق. انا بشوي بشوي باش نمشي معاكم لين نوصلوا نعملوا ان جاتو كامل كينا شارينه من الباتيسري باش نعملوا جاتو نتاع عيد ميلاد والا جاتو هكاك تاع قاعدين نحبوا نعملوا خبزه جاتو باش نمشي معاكم بالمراحل مانيش باش نجلس ديريكت نعملوا خبزه فيه خاطر برشا عباد يقول لك نحب نعمل خبز جاتو عيد ميلاد كيما المشريه راهو كي باش تسبق برشا مراحل راهو لي شيك وارد ونعرفوا توا الكلفه نتاع المواد الاوليه اللي باش تخدم بها ماذا بينا ما تخسرهمش في حاجه انت ماكش متاكد منها. نركزوا مع لي تكنيك على هذاك اليوم في الكيك وشوكولا باش نعطيكم كيفاش نجموا ندخلوا الشوكولاته الذايبه في وسط الجاتو كيف كيفوني ما مشيتش ديريكت لي كيك. انا غالبا لي كيك وشوكولا ولا لي جاتو شوكولا ولا اي حاجه اباز دو شوكولا فوندو نعمل كلاريفيكاسيون تاع العظم نعمل بلون نيج ونعمل الاصفر نطلعو دي تكنيك متقدمين شويه لان اليوم باش نعطيكم الطريقه الاولى اللي هي تنجم تعملها حتى مرا كبيره في دارها تحب تشتها شويه كيك وشوكولا ميسالش والا شكون اول مره باش يعمل ان جاتو ولا باش يمس حتى الفوي ميسالش تبعوا بشويه لين نوصلوا نعملوا الكلاريفيكاسيون نتاع العظم ونطلعوا الابيض نتاع العظمه. وحاجه اخرى للي ما عندهمش كيف كيف الباتور اليوم باش نستعمل جوست الفوي هذه اليدويه وباش نعملوا كيك بنين ومش باش يستحقوا له برشا حاجات ابار انه عندنا ثلاثه عظمات عندنا رشه ملح وعندنا 100 غرام سكر 100 غرام سكر ماذا بينا ديما المكونات باش تجي خدمتنا منظمه اللي باش نبداو بهم نحطوهم مع بعضنا عندنا مع بعضهم عندنا السكر والملح وعندنا العظم هنا على الشيره. عندي هنا 200 غرام 200 غرام شوكولاته ذوبتهم مع 100 غرام زبده انا ديما في الجاتو الا الشوكولاته شطرها زبده نحطها تذوب في الميكروووند والا على الغاز. اللي تابعوني يمكن في رمضان يقولوا مش قلت لنا الشوكولاته مع الزبده
نتقابلوش، نحكي في الجلاساج، نحكي وقت اللي باش نحكي باش تغطس لك عابر ولا باش تغطس حاجه اللي يلزمها ما تتلصقش. هذايا هنا في توسكي فوغاج ولا في توسكي في وسط الجاتو صحي جدا اللي نعملو فيه، نذوبو كيما في الفوندون بيان سور، كيما في لي موالو الكل، نحطو 200 غرام. اللي ما عندوش ميزان يقول لك 200 غرام شوكولاته قداش زعما؟ هي الاربع طوابع هذوكم الكبار. نرجعوا للكوفرتور والا با دي غلاسي، ديما نضرب انا الفوق الكوفرتور خير. ما عندكش كوفرتور ما يسالش اعمل الباتا غلاسي. كيما تسالوني زبده ولا مارغرين، ماذا بين الزبده؟ ما عندناش الزبده، نمشيو للمارغرين. المهم ديما اللي اون بروميي ليو هما الزبده والشوكولا دو كوفرتور. شوكولا دو كوفرتور نعرف هي غاليه، اما اربع طوابع في ان جاتو وتستحفظ بالباقي تعاود تعمل منه مرتين اخرين تجي الحساب باهي، مش غالي برشا. باهي هذوما ذوبتهم وباش نخليهم على الشيره. وهنا عندي 100 غرام فرينه ومعها مغرفه كبيره كاكاو ماغ. هنا الكاكاو ماغ انا خساره ما عنديش لا ماغ، عندي المتوسط. هوني تنجموا تزيدوا قد ما تحبوا، هو اللي بوغ اكسونتوي هكا شويه الجو نتاع الشوكولاته. تنجموا تزيدوا قد ما تحبوا، اما اذا كان باش تزيدوا اكثر من مغرفه يلزمك تنقص من الكونتيتي نتاع الفرينه. نعاود عندنا 100 غرام فرينه، عندي مغرفه كبيره هكا بومبي مكومه بالكاكاو ماغ، عندي هوني 200 غرام شوكولاته و100 غرام زبده ذوبتهم في باماري ولا في ميكروونت، هوني عندي 100 غرام سكر وثلاثة عظمات ورشه ملح، وما ننساوش ساشي خميره. نجموا اذا كان نحبوهم والو ما نعملوش ساشي كامله، كان نحبوش كيك نعملو نص ساشي خميره يجينا. هما غالبا لي جاتو شوكولا ما يكونوش حاليين، ما نحكيش على الجينواز وما نحكيش على المولي كيك وما نحكيش على العائله هذيك، نحكي لي موالو واللي كيك اللي فيهم شوكولا فوندو من داخل. راهو ماهوش سر نجاحهم انهم كيكونوا عاليين، لا ماذا بينا تكون فما كتكستور اكل 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 حاجه طريه هكا اللي البنينه اللي تكون ما تكونش شايحه كيما الكيكه الاخرين. ساهل ياسر انا هوني كيما قلت المول هذايا كيف كيف للي ديبيوتونت واللي مش مستانسين بالباتيسخي ومش مستانسين ياخذوا ما عندهمش معون باتيسخي. هذوما فما منهم في الاشكال وفي الاحجام الكل، الالومنيوم هذوما تلقاهم في المحلات التجاريه الكبيره تشريوهم راهم فيابل على الاخر، اذا كانت سايسهم تنجم تعاود تستعملهم، انا نستعملهم مره بركه. انا هوني ديما في الجاتو شوكولا ندهن بالزبده ونحط الكاكاو. هاكا انت في تعمل جاتو سامبل تعمل الفرينه في بلاصه الكاكاو، راهي حاذقه هكا نحسها على مزيانها وتعطيني ريزلتا اللي نحب اللي نحبها. فما كيف هزيت نتاع كيك باهي، ناخذ ثلاثه عظمات. توا باش نبدا نحكي لكم كل مره هكا سر صغيرون. كي تبدا العظمه انا اكسبري خليتكم باش تراوها، كي يبدا الاصفر نتاع العظمه محلول وعظمه مسكره. تو كان جاو ثلاثه مسكرين عادي نصب السكر، اما فيكو عندي اصفر سايي تحل ما نصبوش السكر، خاطر لو كونتاكت نتاع الاصفر العظمه بالسكر يتحرق لنا السكر يعمل اكل خيوط الجيدين اكل يشبهوا الزعفران اللي قد ما تعمل ما راهم ماهمش باش يتحلوا لك، باش يبقاو لك هكا خيوط سيور سيور صغيرون نتاع سكر محروقه باصفر العظمه. على هذاك شنو نعمل؟ نبدا هكا شويه بركه ونعمل رشه صغيره ملح، جست هو يعمل شويه الكشكوشه وانا نحب توا هوني ما عادش نخاف باش نصب السكر نتاعي. كيف كيف في لي جاتو شوكولا فما دي جو اللي المارياج نتاعهم مع الشوكولاته بنين برشا، فما البرتقال توا ماهوش وقته، نجموا الفرويروش توا وقت السوغيز وقت الفرومبواز، فما الفخيز مع الشوكولاته ياسر شبان، لي فروي روج شبان على الاخر. انا هوني باش نركض جوست بيدي، فما زوز شدات للفوي، ما نشدوش الفوي وكأنها شادين مغرفه. ما نشدوش هكا وما نعملوش هكا، فما فرق. انا هوني مانيش باش نحرك، انا هوني باش نركض. هو يا باش تشد هكا صبعك هذايا لهنا والفوي مشدوده هكا، وانت تميلوا البول وتعمل هكا، وما تخدمش بيدك الكل باش ما تتعبش من هنا، اخدم كان بالبوانيه نتاع اليد، خاطر اذا كان باش تجهد روحك وتبدا عامل افور تعمل هكا تتعب برشا، تحس روحك ما كملت ركضت الا ما انت سي، لا انت هكا كالم على الاخر تخلط كان بالبوانيه، البوانيه بركة هي اللي تدور. وكي تصعب والا تكثر والا ساعات يبدا زبده ولا حاجه زينه نشدوا هكا العكس هكا ونبداو نعملوا هكا. انا هوني جست حاجتي موس صغيرونه تتعمل في العظام، ما حاجتيش لا باش نطلع ولا حتى شيء، ما يستحقش. كيما قلت الشده هذه ولا الشده هذه، انا ياسر نحب الشده هذه نحسها اسرع لين تجيني كل موس صغيره كالرغوه هكا صغيرونه من الفوق، وقتها نوقف. هوني تاكدت وقتها اللي السكر نتاعي ذاب، هاكا رغوه صغيره
المرة الجاية توا نحاول نوريكم ديما نوريكم غلطة باش تصلحوا بها انتم غلطاتكم. مش معناها المرة الجاية نحل أصفر عظمة ونصب لكم عليه السكر باش نوريكم كيفاش باش يتحرق، باش تتخيلوا هكا شوية وتعرفوني أنا على شنو قاعدة نحكي. توا ريتوها الموس اللي حاجتي بها، هذيك حاجتي بالموس الفوقانية، هاي كيما الرغوة كيما كشكوشة الحليب. وقتها باش نصب أنا توا الشوكولاتة والزبدة متاعي، بردت شوية خاطر من بكري عملتها، مش مشكل. وتوا باش نحرك هكا، هوني توا باش يبدا يصعب تحريكها شوية خاطر الشوكولاتة مع العظم تولي اغزروا لها تولي لزق هكا. حطيناها على الشيرة، باش نجيب هذوما، باش نجيب البودر نتاعي الكل اللي هو الفارينه الكاكاو، نعاود 100 غرام فارينه، مغرفه كبيره بومبي كاكاو، ساشي خميره. اذا كان تحبوه موالو ما تعملوش ساشي كامل خميره، اعملوا بانسي والا نص كعبه. لي بودر هذوما الكل لازمني نخلطهم، نخلطهم هكا مليح. سهله على الاخر، ما تاخوش منك ربع ساعه في تحضيرها، جوست انا مركزه برشا على التفاصيل نتاع الفشل اكثر منه نجاح، باش انت كي تبدا تعمل تتفكر روحك شنو هما الغلطات اللي كنت تعمل فيهم. سامحوني نصح البلاصه توا، سي توا عندي بارتي بودر وبارتي هذه اللي هي الليكيد. شنو اللي باش نعمل انا توا؟ باش نشد الفرينه ونصبها فوق الخليط هذا، نعاود عندنا ثلاث عظمات ما نصبهاش فرد مره، عندنا ثلاث عظمات، عندنا 100 غرام سكر وعندنا رشه ملح ركضناهم مع بعضهم لنعملوا هكا، مش ما طلعناهمش جوست ركضناهم لنذاب السكر. ذوبنا 200 غرام شوكولاته، زدنا معاها 100 غرام زبده باماغي ولا ميكروونت، صبيناه على الخليط نتاع العظم والسكر. من بعد خلطنا 100 غرام فرينه مع مغرفه كبيره كاكاو مع ساشي خميره مع بعضهم، وصبينا الخليط على الخليط الاولاني نتاع العظم والسكر. لازم لونشينمون هكا نتاع قبل ما تبدا تخدم باش ما تحوسش تقول انت شنو اللي الاول، باش ما ننساش مثلا ديتاي. فنصير ساعات تبدا تعمل في جاتو تنسى الخميره خاطر ما حطيتهاش قدامك، ما يبداوش لي زانغريديون مازالوا موجودين في اللقجره وانت بديت تعمل في الجاتو. لا، حاول انك وكانك بالحق باش تصوره تحط كل شيء قدامك باش ما تنسى حتى شيء. مثلا في الليبات في العجين نتاع الخبز والكل ما نحطوا الملح في الاخر، اذا كان ما تحطوش مقابلك راك باش تنساه. الوغ نحضروا ننظموا البلان دو ترافاي نتاعنا ونحطوا فيه قدامنا اللي نستحق الكل. شوفوا على تكستور اللي باش تستحقها باش تتحصلوا عليها. ديما كي يبدا لو موالو والا لو كيك والا اي حاجه في وسطها شوكولا فوندو، كان ما تتحصلش على الريزولتا هذيا راهي فما غلطه، لازمها تكون هكا خيط واحد. هنا مانيش باش نركض، راني هكا جوست خلطت هاك. هذه يظهر لي اشب لقطه انه فوي في وسطها شوكولاته هكا، تبدا تستنى وقتاش تحضر الجاتو هذيا. باهي باش نقول لكم انا هي المرحله اللي تنجموا تزيدوا فيها الفخوي روج اذا كان عندنا، نحي الزيت هذايا الكل هكا ونخلي جوست المول حاجتي بالمغرفه اللوحه باش نصب بها. باهي اذا كان مثلا عندنا احنا هوني باش نحط انا سوغيز ولا فرومبواز والا اي حاجه، ديما نصب لامواتي الاولانيه من بعد نحط الفغوي روج نتاعي، من بعد نصب المواتي الثانيه. سهله على الاخر. اذا كان عندنا فغوي سيك مثلا نلفوا الفغوي سيك نفخوها شويه في الفرينه بعد نغرب لها باش ما تحناش في القاع ونخلطوها. بيبيتو شوكولا نجمو نحطوا، نجمو هذوما الاضافات اللي يخرجوا بالكدا مع الشوكولاته. وللي عنده برتقان، علاش قلت لكم مطعم برتقان بين برشا مع الشوكولاته، الرابيوه نعملوا الزيست نتاع البرتقان بنين على الاخر، نجم يكون حتى ديسكري ما يظهرش. حاجه اخرى من ابواب الغشه الصغار، حطوا جلجلانك عبره في اللي جاتو في الشوكولا لوكازيون جامي، معناها جامي كان باش يفيق الصغير وهو شيخ هكا على الشوكولاته اللي فما الجلجلان. حط قد ما تحب، راهو مش باش ياثر على الريزولتا، مي المنفعه باش تحصل وهو من غير ما هو باش يفيق. باش نصبهم انا توا في المول، جوست نحب نصب قدامكم باش تشوفوا لا تكستور كيفاش محلاها. يلزم هكا تعمل عليها جو انت تصب فيها كيف كيف. اللي عنده كما قلت لكم المول اكيك والا يحب يعملها كعب صغير ونين، فما حتى في الالومنيوم كعب صغار هكا تاع كاب كيك تنجموا تحطوا فيهم.
هذايا باش ندخلوا انا توا نفس البرانسيب نتاع الكيك الكل، باش نحطوا 10 مينوت ا 180 جوست الفرق بين الجاتو شوكولا ولا اي حاجه فيها شوكولا والكيك النورمال اللي يلزم النار تكون اقل. انا باش نعطيه الشوك البارح عطينا الشوك في 200، اليوم لا الشوك باش نعطيه في 180 10 مينوت، من بعد باش نطيح ل 150 تيزمو تيب في 150 باش ما يجيناش يبس، خاطر الشوكولاته تيبس كي تتبخر تيبس لنا الجاتو. باش نطيح في 150 باش نخليه مينيموم 35 مينوت، معناها انتوما ل 30 هكاك قول ل 25 مينوت الفور ما نمسوش وما ندوروش به. ابارتيغ دو 25 هكا مينوت تنجموا تبداو تطلوا، تطلوا راه مش نحلوا باب الفور ونسكروا السباله ونتعداو للفريجيدير ومن بعد نتفكروا باب الفور محلول، من بعد نمشي نسكر عليه ومن بعد نقول راني تبعت وجاتني الكيك غلطه. فيسع فيسع نفكركم بالمقادير، قيدوهم 3 عظمات 100 غرام سكر رشه ملح، ركضناهم لين عملت هكا شويه موس خفيفه وذاب السكر نتاعنا، غربلنا 100 غرام فارينه مغرفه كبيره كاكاو ساشي خميره، وعملنا 200 غرام شوكولاته ذوبناهم مع 100 غرام زبده، خلطنا الزبده والشوكولاته مع العظم والسكر، حركناهم مليح من بعد زدناهم الخليط نتاع الحاجات البودر اللي هو فارينه كاكاو وخميرة، يتيبوا في 180 10 دقائق ومن بعد يتيحوا في 150 35 مينوت. ان شاء الله من بعد نتلاقاو في البلا الثاني اللي هو المقرونه، والكلمه ليك ندى. شكرا ليك اسماء، يعطيك الصحه. باش نوريك اللي انا قاعده نتبع فيك، اللي انا تعلمت ديزاستوس اليوم انه العظم الاسفل العظمه اذا كان يتفقس معناتها يقعد واحد بركه ولا اكثر ماهمش مفقوسين، ما لازمش تصبوا السكر خاطر اللي فما خيوط كما الزعفران، واذا كان بالنسبه وإذا كان بالنسبة للفاكهة مرحية باش ما تيحناش في القاع، نعملوا لها الفارينة وبعد نغربلوها ونصبوها في الكيك، وباش نغشوا الصغار نحطوا لهم الزلجلان، الصغيرات راهو أسمى تغش فيكم بالزلجلان، راهو الزلجلان نحطوه في وسط الكيك بالشوكولا ما يظهرش هكا ولا؟ تلميذة نجيبة تبارك الله عليك، نكون أنا أفوغس نعاود وأنت تبارك الله كنت مركزة. المرة الجاية تلقاوني أنا نطيب بإذن الله، لكن خليني تويكا نمشي مع نرجس. نرجس مرة أخرى مرحبا بك. يعيشك يا ندى. موضوعك اليوم أكيد برشا باش يتبعوه خاطر القاعدة البرة تحلى واللمة العائلية، ما شربتش برشا ماء اليوم يظهر لي ريقي شاح بسم الله عليك. أما ميساج خليني نخلي لك الكلمة خذ علي الغلاب شوية. أوكي أفيك بليزير. دونك كيما قلنا نذكروا مشاهدينا اللي ما تابعوناش قبيلة شوية، دونك بيسك لي كونديسيون توا اللي احنا فيهم إلي بريفيرابل نشدوا ديارنا ما نمشيوش لي زيسباس بوبليك، دونك ماذا بينا ديارنا يكونوا كونفورتابل، تكون القعدة تكون أغريابل. باش تكون أغريابل جوستومون يلزمنا نعملوا تو لو نيسيسار باش نجموا نقعدوا واحنا شيخين معناتها في ديارنا. دونك فما شكون عندهم تيراس مي مالوغوزمون معناتها ماهيش بيان اورغانيزي، ليسباس موجود مي ماهيش اغريابل تو سامبلومون على خاطر ما تلهيناش بها وما خممناش كيفاش باش تكون القاعده تخلينا تجبدنا هي وحدها. دونك انا خممت في حاجه تري امبورتونت اللي هي لا فيردور. فما شكون يحب لا فيردور مي يقول لك باغزومبل ما عنديش اسي ديسباس كيما نقولوا غازون، يحب يعمل غازون في 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 الجاردان تاعو، يقول لي ما عنديش اسي ديسباس. دونك شنو هو الحل؟ كي يبدا ما عنديش اسي ديسباس شقول لك شيان في بلاصه ما يعمل بارتي صغيره غازون، ومن بعد عندك اون الي اللي هي باش تدخلك من باب البراني نتاع الكلوتور حتى لا بورت برينسيبال نتاع الدار. دونك الحل هو سي دافوار دي دال في لونتري، نجموا فوالا كيما نشوفوا في الصوره دي دال، هذوكم يخليو لنا اول حاجه ليسباس يكون فونكسيونيل معناتها تتعدى من في الالي من غير ما يبدا عندنا ليسباس ديليميتي اونتر بارتي غازوني و بارتي الي. هذه زاده لافونتاج نتاعها اللي هي فما شكون بالعكس يقول لك نحب الغازون على 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 كبر ليسباس اللي عندي، سوف كو الغازون كي تخليه الكل ماهوش براتيك، فما بارتي باش تبدا مهلوكه ديما وين فما برشا باساج يتعداو عليها صحيح. فوالا كيف كيف زاده فما انكونفينيون اخر كي تبدا فما شويه هوميديتي ولا مطر سي با اغريابل باش تعفس على الغازون. دونك هكا لا سوليسيون هذيا اول حاجه فونكسيونيل اي بي زيدا استيتيك اللي هو تعمل لك معناتها ان ريتم في ليسباس ما تخليش شكيكه جوست فيردور توت اوتور وكاهو. كيف كيف زيدا نجموا لافونتاج اللي فيهم الدلاجه هذيا ينجم الفوق يا ما تخليه سيمين توكور معناتها ليتا بروت نتاع السيمين، يا اما
نجمو نعملو له باريزومبل بيتون سيري، نجمو نعملو فوق نغلفوه معناتها برخامات اللي هما يكونوا بوشاردي، سيتادير رخام اللي هو يكون معناتها ما يكونش معناتها يزلق. فوالا دونك هذوك اللي معناتها يكون خاص بالفضاء الخارجي، خاطر نعرف نجم تصب الشتاء، نجم يكون فما هوميديتي دونك ما يخلقش، نتعداو مرتاحين، صغيراتنا زاده ما نخافوش عليهم اذا كان يخرجوا للجنينه. بالضبط بالضبط، دونك انتي ديرابون. دونك كيف كيف زاده فما حاجة امبورتونت زيدا كل لو بلوس اكتوش اللي نعملوها في التوش مودرن في الاسباس. أيوة. التوش مودرن هي سي دافوار دي معناتها دي بارتي كيما نقولوا بيان ديسيني ولا ديليميتي. عندنا غازون وعندنا اون الي، مش كله على بعضه هكاك الاسباس مسيب، وكيما قلنا معناتها الغازون تولي بارتي مهلوكه وبارتي صفراء ايتترا. ما عادش تعطينا جماليه وربما حتى القعده يعني باش نقعدوا ما نحسوش حاجه بزيانه اللي فريمون، خاطر نعرفوا كل شيء بالعين نحن نعشقوه ونحبوه. tout à fait tout à fait c'est important. هو راهو سي تري امبورطون لو كوتي بسيكولوجيك، احنا نخدموا عليه برشا ان طونك ارشيتكت دانتيريور، لو كوتي بسيكولوجيك دو لوزاجي ولا اللي باش يستعمل الاسباس هو ياثر برشا على النفسيه نتاع المستعمل الاسباس. ايوا الصوره هذيا مرينا الصوره اخرى بالنسبه للي ما عندوش اسباس جوستومون باش يعمل غازون، سي اون سوليسيون اللي هو ينجم يوظفو اترافير اون ترام. لا ترام تولي عندك الاسباس الكل غازوني افيك جوست اون ترام معناتها توت اوتور، وان ميم تان الاسباس الكل زاد يقعد سي اون تيراس، مي في بلاص ما نعملو ريفيتمون على التيراس كلها نعملو اون كري لا سورت دو ترام هذيك اللي هي نجمو نحطو طاولتنا. البيتمون مش باش يغطس في التراب في الغازون اللي باش يقعد زاد كيف كيف. فما اكل لي زانكونفينيون اللي موجودين في الاسباس غازوني ما نلقاوهمش في اسباس باغي. اون ميم تان ما عندناش جوست فيردور كامل الحراف من لي كوتي. ايوا توت اوتور عندنا فيردور حلوه ومزيانه من غير ما تقلق. فوالا ونشوفوا الفكره ماهيش مكلفه نرجس، معناتها جوست شويه بني وتتدهن وكهو يعني ماهيش حاجه. انت باش تعمل تيراس باش تعمل تيراس دونك جوست خلي اون غارد اكل لي بتيت ليني هذوك اللي باش يعملونا ترام اللي باش ترى الاسباس الكل فيه الفيردور هذيك موجوده من غير حتى قلق. معناتها حتى سيرتو بالنسبه اللي ما عندوش شكون يتلهي له ديما بالجارديناج وكل، دونك هذايا تولي اسهل اخف معناتها في القهوه تنجم حتى يعني بمجهود منزلي بين جماعه المسكن هذاك ينجمش ان بروفيسيونيل. فوالا ينجمو يتلهيو بيه. سينو الصوره المواليه حبيت زاد نحكي على اللي عنده ديجا اون تيراس باغ اكزومبل اكزيستونت وما عندوش ويحب على الفيردور ويحب على الغازون، دونك فما بوسيبيليتي دافوار ان غازون ارتيفيسيال والا سو كون ابل هو حل تويكا موجود والا سو كون ابل ان غازون سانتيتيك اللي هو ينجم يكون سو فورم دو رولو والا سو فورم دو دال كعبات ويركبوا في بعضهم. دونك هذايا ساهله على الاخر، معناتها اي ريفيتمون عندك اي تيراس موجوده عندك نحطه فوقها، نجم حتى واحد وحده يشري ويحطها كي كومان تابي كيما نجمو نفيكسيوها من لي كات كوتي باش تقعد فيكس. لافونتاج نتاعها اللي هي تنظيفها ساهل بالماء حتى بكاوتش ولا حاجه تغسل معناتها فوالا تنظفها. نشوفوا هذا ليكزامبل جوستومون حبيت نوري حتى اللي يبدا عنده بالكون حتى اللي يبدا عنده بورتمان ينجم يلكسوات البورتمان نتاعو والبالكون نتاعو يولي يقش عليه عنده ان بو جاردان. كل شيء نجم يكون ارتيفيسيال كيما ينجم يكون سول دونك يتعمل بغازون ارتيفيسيال و توت اوتور تحط ديبو كيما تحب انت بلانت ناتوريل ولا ارتيفيسيال. ناتوريل سي فو افي لا مان فيرت بيان سور، سينو اللي ما عندوش وقت للهوا وكل ينجم فما حاجات ارتيفيسيال اللي هما ياسر يقربوا للناتوريل للغيال والناتوريل جوستومون. دونك سي اون بون سوليسيون حتى اللي عنده اسباس صغير ولا بورتمان راهو يل بو ان بروفيتي. سينو نشوفوا ليكزامبل الموالي زاده نجموا زاده نعملوا توت اوتور الكونتور يولي بالغازون ارتيفيسيال و او سنتر نعملو دي دال دالاج او شوا بيان سور ينجم يكون اون بوا ايتترا. نجمو هذايا باغ اكزومبل اللي يبدا حالسيف نعملو ليدي هذايا ومن بعد يكون ديمونتابل يجي شتا نخبيو الغوفيتمون هذاك ونعاودو نرجعوه من الصيف للصيف ولا من الربيع والصيف هاكا نستغلو ليسباس نتاعنا. فكره حلوه برشا هذي جوستومون. ايوا سينو نتعداو للصوره المواليه. في الصوره المواليه نلقاو جوستومون زاده
حبيت نحكي على الغازون كي يبدا عندنا غازون وتراب. احنا توا إلي بريفيرابل نعملوا كيما قلت لك نادى ماذا بينا يكون ليسباس ديليميتي مسطر منظم كو سوسوا دي فورم سوبل سي ان شوا بيرسونيل كيما في الكا هذايا دي فورم سوبل والا كيما نحبوا احنا والا مش دي فورم سوبل ليسونسييل فما دي ليميت انتر غازون وتراب مش مسيب اي بي فما ليدي الحلوه اللي هي في بلاصه ما تخلي التراب تو سامبلومون نجموا نغلفوه باللي غالي ينجم يكونوا دي غالي دو ماربر نشوفوا حتى المنظر مزيان برشا معناتها مزيان برشا لافونتاج في اللي غالي دو ماربر فيها بريونس صغيره لقه صغيره بالضوء معناتها ضوء الشمس تعطي لمعه وحلو برشا لو بو كونتراست انتر لابيض اللي فيه لمعه صغيره ناتوريل والاخضر اون بلوس دو سا جوست اون استوس اللي هي لي غالي كي تحطهم تحطهمش ديريكتومون على التراب دو بريفيرونس تحط غرافي قبل باش لي غالي برشا خاطر يعملوها ليدي ويقول لك شبيه صفار لي غالي يصفار وخاطر سي اون روش سي اون ماتيير ناتوريل يصفار التراب يشرب التراب دونك دو بريفيرونس نحطوا غرافي ومن بعد نحطوا فوقه لي غالي باش يقعد لنا ليتا انتاكت نتاعو هذاك لا كولور انيسيال اون لا غارد تيل كيلي sinon bien sûr on a d'autres astuces اللي هو l'éclairage extérieur l'éclairage ديما يحط en valeur على الاخر surtout سهرياتنا وكل كي نقعدوا لبرا سامي en valeur القعده دونك انا خممت دي سوليوشن اللي هما يكونوا براتيك حتى اللي مش عامل ديجا une installation à l'avance نجمو جوست نعملو ايدي pareil par exemple les boules solaires ce qu'on appelle les boules solaires اللي هما معناتها بال فيهم معناتها بالأشعة الشمس أيوة. في النهار تضرب فيهم في الليل سيستماتيكمون يشعلوا وحدهم ما نستحقوش باش نعملوا كيما قلنا اون انستالاسيون لافونتاج اللي هما ايتانش دونك كيما تشوفوا نجموا نحطوهم في الغازون نجموا كي نحكيوا على بورتمان وبالكون نجموا نحطوهم باغ اكزومبل في لي كوان تاع البالكون نجموا كيف كيف نحطوهم ميم على بيسين انا وريت ليكزومبل هذاك باش نوري اللي هما ايتانش وما عندناش مشكله فما ميم توت لي كولور مش كان البلان نجموا يكون روج جون اي لون نحبوا نحطوه ونوظفوه في الامبيانس نتاعنا نجم يكون موجود ولا. أيوة. كيف كيف لو ميم برينسيپ افيك دي بو اللي هما بو سولير لومينو كيما شفنا في ليكزامبل اللي تاكو نشوف فيه دونك كيف كيف سا مي اون فالور اك لي بلانت اللي نحطوهم كيف كيف سا انيم باغ اكزومبل كان عندنا اون الي ولا اون اكستريميتي كو سوسوا نتاع الغازون ولا كان عندنا بيسين ولا حتى جيبيا دونك نحطوا اللي عندنا نحطوه اون فالور فوالا سينون نتعداو ليكزامبل الموالي نجمو ميم نحطو لي بورن لي بورن اللي هما فوالا يجيو يا اما في الي كان ما عندناش الي كيما قلنا في لي زيكستريميتي اونتر التراب و غازون باغ اكزومبل هذوما سامبل على الاخر يغطسوا في التراب دونك نجمو نحطوهم فينا نحبو اتو مومون في النهار في النهار ياخذوا من اشعه الشمس في الليل يضوي وحدهم و سي تري امبورطون سورتو اللي هما ايكونوميك بيان سور مانيش نحكيو على انرجي سي انرجي سولير ولا مانيش نحكيو على ضوء معناتها من الانستالاسيون كورون لي ويحلي برشا ليسباس سي امبورطون شوفوا كل لي فيسو لومينو اللي هما يعطيو اون انيماسيون كو سوسوا اونتري ولا في جاردان سأنيم نوتر اسباس في النهار يكون نوع في الليل بالضوء نحسوا امبيونس اخرى واكليراج يعطينا رونق اخر للاسباس أيوة. Voilà. Sinon, t'as dit للصورة المويلية. الصورة المويلية اللي هي justement كان. يقولوا لي وفاء الصور. D'accord, c'est pas grave. Donc voilà, justement, هي باقي تبع l'éclairage, mais c'est pas grave. Donc. C'est bon. وقع القبض على الصورة. ولا هذه سي يعطيكم الصحة. آخر صورة هذه أيوة. حبيت نوريها اللي هي دي سبوت أنكاستري. هذوما دي سبوت أنكاستري من الأول بالكل يزيدوا نقراو لهم حسابهم تبدا فما أون إتود مع الانستالاسيون تتعدى دي سبوت إيتانش بيان سور مجعولين باش يكونوا الإكستيريور ما يصير لهم شيء بالمطر بالسخانة إتسيتيرا وكيما نشوفوا يعطيونا يعطيو يخرجوا أون فالور كو سوسوا لا ليميت أونتر l'entrée et la verdure qui m'a les plantes qu'elle a plante ou la ward etc ça met en valeur donc c'est important هذا بالنسبة للي قاعدين يبنيو باش يعملوا حسابهم في اللي يحضروا القاعدة نتاعهم الصيفية على بكري فوالا فوالا توتافي ندى ايوا اسمح لي بالافكار بالحق انا قعدت نتفرج وخليت لك الوقت باش تتكلم بالقدا باش نجم تفسر للسادة المشاهدين كيفاش ينجموا يطبقوا الافكار هذه نرجس يعطيك الصحة يعيشك يا ندى سورتو اهم حاجة حبينا ننوعوا في الافكار بالنسبة اللي عنده
اسباس كبير اسباس صغير للي قاعد في طور البناء والا اللي عنده ديجا اسباس موجود باش يعاود يعمل له غوتوش صغيره ولا باش يحيي. اكيد غوتوش مزينه تنجم تنفعكم في القاعده الصيفيه. شكرا لك نرجس يعطيك الصحه ان شاء الله تباعا باش تكون ديما حاضره معنا بقدره ربي ان شاء الله. نهاركم زين ان شاء الله. شكرا لك. اذا باش نمشيو للعوده المدرسيه نعرفوا التلامذه تاعنا رجعوا نعرفوا باش يعديوا المناظرات قاعدين يكملوا في البروغرام تاعهم ان شاء الله. يا ربي عوده ميمونه ان شاء الله بالنجاح ان شاء الله بالتوفيق. نعرفوا اللي باش يعديوا المناظرات قاعدين اومين تو يحضروا ايضا قاعدين ياخذوا فيما تبقى من البرنامج. زميلتنا انيسه الحجري خرجت على عين المكان وقدمت لنا العوده المدرسيه في الشكل هذا. تفضل. ياسر انه واحد توا يرجع للقرايه وسيرتو لجماعه الباك خاطر احنا ضيعنا برشا وقت وسيرتو للريفيزيون تاعنا. دونك توا فما دي ماتير لازمهم اكثر وقت كيما مثلا لومبلوا تاعنا فما الفلسفه والعربيه لازمهم اكثر وقت خاطر فهم دي بروغرام تبدل وسيرتو انا ثالثه عام السنه دونك لازم فما حاجه لازم واحد يركز اكثر. اما انا نشوف لي حاجه تحدي سنة ديريكت بدينا نقرا وديجا ما او حصه تو كملنا فيها بروجرام معناتها نتاع التاريخ وكاو ذيك معناتها الريفيزيون كيفاش باش تكون؟ اسكو تفهمتوا عملتوا امبلوا معين؟ اي ثم بروفيت قالوا لنا كيفاش نمشي يعملوا باش يكملوا لنا بروجرام مثلا في جمعه ولا في جمعتين ومن بعد نبداو في ريفيزيون ديريكت وثم بروفيت مازالوا ما قالوا لناش كيفاش. فرحانه برشا رجعنا نقراو اول حاجه اما عادي كانت ما فماش بلوس كيما قالوا هما لي بافيت والجيل والكل ما فما حتى شيء كيما قبل كيما توا ما تبدل حتى شيء. جوست لي كلاسيت معناها قسموهم بار جروب فما لومبلوا مش لك الكل معناها يبدا شرجيع على الاخر وتوا سخانه وبريود ريفيزيون ما بقاش برشا وقت هذيك الحاجه الخايبه. حكيتم على السيده ولا مازلتم؟ ما حكيناش في حاجات معناها اما هاني قلت لك معناها لومبلوا هو اللي ياسر شارجي. البيئة والمحيط اللي نعيشوا فيه أكيد عندهم أهمية كبيرة في حياتنا زادة أكيد عندهم أهمية في نسق الحياة نتاعنا الكل بصفة عامة. ما نجموش نعيشوا في بيئة مسخة ما نجموش نعيشوا في بيئة نظيفة ما نجموش ما نحافظوش على محيطنا ونحبوا حياة جميلة وحياة مزيانة كما احنا نتمناو. هذاك علاش احنا فضلنا في صباحكم تونسي انا نرجعوا أيضا للبيئة ونحكيوا على البيئة وما هيش في منأى على أي موضوع آخر نجموا نطرحوه اليوم في تونس. يلزمنا نحافظوا على بيئتنا ونحافظوا على مستوى معين في المحيط وفي المعيشة متاعنا. هذاك علاش اليوم استدعينا جمعية من أجل تونس نظيفة مجهود استثنائي للجمعية هذه خاصة في رسكلت النفايات اللي قاعدة تغطي تونس ونشوفوا برشا ناس يعني ما يردوش بالهم أنهم يلقيوا النفايات هذه. حل من الحلول أنه المجتمع المدني اليوم قاعد يهتم بالمجال هذا وقاعد ينقص من النفايات هذه ويحاول يستغلها في ربما أهداف اقتصادية ويرجعها للدورة الاقتصادية. أيضا باش نحكيوا على مجهود الجمعية هذه في فترة الكورونا بما أنها غيرت النشاط نتاعها حتى يكون نشاط يعني متماشي مع الوضع الراهن. إذا نستقبلوا مع بعضنا السيد كمال حريز. أهلا وسهلا ومرحبا بك مسؤول التسويق في الجمعية. مرحبا. مرحبا بك أخت شكرا على الاستضافة. يعطيك الصحة. بعد شوية تنزيدوا نعرفوا أكثر بالجمعية لكن أنت استحبتنا معاك السيدة يسرى أز الديني أيضا هي المكلفة بالإعلام يظهر زميلتنا ماكش بعيدة علينا. أنتم أهل الاختصاص. مرحبا بك. قدم الميكرو شوية. مرحبا بكم وبالناس المشاهدين اللي يتابعوا في برنامج صباحكم تونسي. أنتم أهل الاختصاص ونحن نتعلموا منكم. يعطيك الصحة بارك الله فيك. سعيدة جدا باستقبالكم اليوم في البلاتو خاصة أنه أنا راهو نسمي روحي كائن بيئي أنا كان
عندي برنامج قبل اسمه ديما خضرة يعنى بالبيئة، يعني أحسن الأيامات نتاعي عشتهم في البرنامج هذاك، وبالحق فما لهوة كبيرة. باهي خلينا نبدا معاك في موضوع عام سي كمال، هل أنه ترى البيئة اليوم ماخذة نفس الحظ نتاعها اللي كانت ماخذته قبل الثورة؟ هل أنه فما اهتمام كبير بالبيئة؟ إعلاميا نشوفوا غايبة البيئة، يعني في الإعلام مغايبة شوية، ما عادش كيف قبل حضورها يعني بكثافة. هذا تقصير من الإعلام وإلا ربما أنه البيئة ما عادش في نفس الحجم نتاعها قبل واللهوة بها؟ هو صحيح ثم الاختلاف هذا، ديما قرب الميكرو شوية سامحني. صحيح ثم الاختلاف هذا، البيئة مانيش معناها ماهيش ماخذة حظها كما يلزم، ثم شوية تقصير من المواطن، من الإعلام، من السلطات. أيواش ويلزمنا تويك حان الوقت باش ناخذوا فهمني نردوا لها اعتبارها. والبيئة هي أساس حياتنا، حياة كريمة وحياة جميلة. نعم أكيد. باهي نمشيو نحكيو شوية على الجمعية من أجل تونس نظيفة. وقتاش تأسست الجمعية هذه؟ تأسست في 2015-2016. معناتها هي جمعية تقريبا عندها 4-5 سنوات. اختصاصها في رسكلة النفايات؟ هو ماهوش اختصاص واحد. أي. هو عمل بيئي بمفهوم، معناها بمفهوم كل ما يشمل البيئة. أيواش يعني في مجالات عدة. في مجالات عدة. ثم مدموزيل يسرى تنجم تعطيكم معناها البرنامج اللي احنا قاعدين نخدموا عليه والهدف من تكوين الجمعية هذه. باهي يا سيدي، هو وجه لك السؤال إضافية. ارمي لك الكرة. ارمي لنا الكرة. دونك نعرفوا أكثر بالجمعية معاك وبأنشطتها. هي جمعية من أجل تونس نظيفة بالفرنسية أكسيون تونيزي بروبر، وهنا ندعو المشاهدين أنه يزوروا صفحتنا على موقع الفيسبوك ويطلعوا أكثر على نشاطاتنا. نحن الجمعية هذه تعنى بالبيئة بدرجة أولى وواضحة. لكن نحكيو على البيئة برشا بيبان نجمو ندقو منهم الباب باش ندخلوا الموضوع البيئة والمحيط والمحافظة على البيئة إلى غير ذلك. أيوة. عنا تكوننا في 2015، نحن في منوبة، في ولاية منوبة، لكن نشاطنا ما شاء الله كبر وخرجنا خدمنا في ولاية منوبة، لكن خرجنا توسع على النشاط نتاعكم. توسع نشاطنا، وصل لصفاقس، وصل لسليانة، وصل للكيف، يعني ما شاء الله بفضل الشركاء زاد اللي في الجهات، وكل نحب نحييهم الكل بالمناسبة. شركات من المجتمع المدني أو من السلطات المحلية اللي موجودة غادي؟ زوز من المجتمع المدني بدرجة أولى. هذا يلزمنا نقولوا، وبمساهمة السلطات ما نجموش ننفيو دورها تماما السلطات، لكن عاونتنا بدرجة بسيطة. خلينا نقولوا نشاطاتنا عندنا الحي الإيكولوجي اللي هو توا حاليا واقف، هو في منوبة حاليا واقف للظروف اللي يمر بها العالم بأسره. يعني صحيح هذه ظروف استثنائية، لكن هذا ما ينفيش إن شاء الله باش نكملوا المشاريع نتاعنا كل بطبيعة الحال. الحياة يلزمها تعود بإذن الله مع المحافظة على بيئتنا وصحتنا. المشروع هذا الإيكولوجي يعنى بفرز النفايات، يعني أخذنا عمارتين في منوبة، نحب نحسن سلوكنا نحن كمواطنين، يكون سلوكنا تجاه البيئة ريسبونسابل، يعني مسؤولين. مسؤول. أيوة. مسؤول، نتعامل معه بمسؤولية. الفرز يتم من البيوت، مع عند ربات البيوت أو المرأة اللي تخدم في البيت أو زوجها، يعني من الأطفال وكل يتم رفع النفايات ويتم رسكلتها اللي هو في مشروع آخر عند الجمعية. يعني الجمعية تتكفل بنقل النفايات هذه البلاستيكية واللي من الورق. أيوة. عندنا يعني دبو صغير هكا للتجميع. للتجميع، ومن بعد نتكفلوا نحن مع شركة للرسكلة، يتم رسكلة المواد الورقية والبلاستيكية. هذه في مشروع أولي. ثاني حاجة عنا النفايات العضوية اللي هي يعني بالتعامل زادة مع شركة أخرى خذينا كيفاش نعملوا الأسمدة العضوية من الفضلات العضوية متاعنا. معناتها في عوض تكون نفايات وأوساخ تلوث البيئة، هي نحولوها ربما يعني المواد نافعة، سيرتو الأسمدة بالنسبة للفلاحة، ما نقعدوش نستوردوا النجمو من النفايات متاعنا، إن نخرجوا حاجة مثمرة. هذايا الهدف متاعنا. هذايا المشروع هذايا
نخدموا فيه بالشراكه مع منظمه شانتي والمجلس الثقافي البريطاني والاتحاد الاوروبي. بالنسبه عندنا زاده مشروع المكتب الايكولوجي اللي هو نعقد فيه شراكه مع شركات اللي خلينا نقولوا تنتج برشا نفايات ورقية. أيوة. نعملوا لهم موعد محدد، يعني نتفاهموا كجمعية والشركة مع شكون العمل منظم؟ منظم موعد محدد نقوموا بتجميع جميع النفايات الورقية. أيوة. حتى كان فما معلومات شخصية أو معلومات سرية مهمة تابعة للإدارة أو الشركة، فإنه يتم إتلافها بكل سرية، ونجموا هنا للشركة يتحضر، يعني يحضر يكون حاضر شخص ممثل عن الشركة في عملية الرسكلة، يعني باش يكون مطمن الشركة انه المعطيات الشخصية وانه المعطيات المهمة تكون راهي في سرية تامة، في غاية سرية. راهي غايتنا مانيش جمع المعطيات باكثر انه غايتنا المحافظة جمع على جمع النفايات والتخلص منها بطريقة سليمة. سليمة هذوما من ابرز يعني المشاريع اللي نقوموا بها. كذلك عندنا مشروع في جامعة منوبة، الجامعة الخضراء. أي. اللي هو اختمناه يعني قبل، والحمد لله قبل ما تم يعني تجتاحنا هالجائحة هذه اختمناه، اللي هو يتم كيف رسكلت الأوراق النفايات الورقية، تم تنصيب أعمدة لشحن الهواتف الذكية بشارجي، يعني نو سمارتفون لشحن الهواتف الذكية بالطاقة الشمسية. هذه بالحق بادرة توا مشكورين عليها، يظهر لي ما سبقش اني سمعت بادرة هكا ولا سي كمال ديما الميكروسي كمال لي فوي. بادرة صارت في لي فوي في الكليات في منوبة. أيواش. يعني الجمعية قاعدة تخدم، ونحب هنا يمكن هذوما مشاريعنا المهمة اللي قاعدين يصيروا بخلاف أنه صيانة بعض المدارس بالدهن، يعني ندهنوا المدارس، نحطوا الحاويات بالألوان يعني بكل حاوية وشنو شنو نرميوا فيها، يعني يعني الصغيرات أنهم يلقيوا الفضلات مش نشجعوا، نعلموا خاطر نحن نتعلموا من صغرنا، حتى في كبرنا نتعلموا، أما محلين نتعلموا من صغرنا ترسخ فينا. صحيح. وتولي ممارسة يومية وعادة فينا، ونعرفوا خاصة أنه سي كمال الصغير ينقل المعلومة للوالدين متاعه، حتى الخوه الأكبر منه ما عندك تعلموا حاجة ينجم يكون يعني أداة لنقل المعلومة ونشر الثقافة. أيوة. هو معناها التعاطي والتعامل مع الوليدات في المدارس والفليسيات واحد، هو باش نكونوهم باش نتعداو من مرحلة نقولوا لا هذا سلوك حضاري، لا باش تولي عادة، هذيك عادتنا احنا، فهمني؟ ومن خلال التلامذة هذوكم هما يوصلوا المعلومة بطريقة حلوة ياسر لأوليائهم، فهمني؟ وللجيران واحد، وهذا اللي احنا قاعدين نخدموا عليه تويك، والحمد لله والحمد لله كما قالت الأخت معناها لقينا تجاوب بالكدا. كل منطقة نمشيو لها وكل مدرسة نمشيو لها إلا ونلقاو النتيجة. النتيجة. أيوة. النتيجة هذا شجعكم على المواصلة ديما بطبيعة الحال. بطبيعة الحال. في إطار آخر شنو اللي عندكم كأنشطة؟ في الإطار كما الناس الكل يعني وكل المجتمع المدني التونسي الكل يعني أغلبيته خلينا نقولوا، إجات الجائحة هذه عافانا وعافاكم الله، وإن شاء الله تونس الكل والإنسانية الكل والعالم كله بخير يا رب، الإنسانية الكل تكون سليمة يا ربي وبخير، وإن شاء الله أن نمر يعني في ساعة من هالأزمة إن شاء الله نجوزوها، إن شاء الله دول أخرى تتجاوزها. تحياتنا لمصر الشقيقة، احنا نشدوا على أيديها نقولوا لها إن شاء الله بخير، لأنه برشا إصابات عندها. إن شاء الله يا ربي لاباس. أيوة. إن شاء الله. دونك أنتم في المجال هذا، وهذا اللي عجبني أنكم غيرتوا نشاط الجمعية وطوعتوه للعمل في الجائحة هذه. العمل في الجائحة هذه اللي نحن حطينا أنه نخدموا كمامات. أي. الكمامات هذه خياطة وتوزيع الكمامات، وهنا تقسمنا زوز مجموعات. مجموعة تخدم على التيران اللي هي تفرق وتوعي
وكل، ومجموعه تخدم من وراء حاسوبها اللي هي باش تنسق ما بين هالمجموعات والاشخاص وكل. انا كنت في المجموعه تاع التنسيق، سي كمال كان في مجموعه اللي يخدم على ارض الواقع. خلينا ناخذ تجربة نتاعو على ارض الواقع، يظهر وقتها مسؤوليه كبيره انك تفهم المواطن شنو اللي قاعد صاير. بطبيعه الحال وهذا اللي باش نحكيو فيه، احنا معناها في الظرف هذاك فكرنا وانه شنو اللي لازمنا نعمل. احنا بدينا من الاول وقت اللي قالوا راهو ثم اشكال في الكمامات وفي الجال وفي فهمتني، وقت اللي قالوا كانت كنا ساعه معناها ثم نقطه يلزمني نوضحها، وانه الاتصال بين بعضنا كان عن بعد. كنا نعملوا اجتماعات ونقروا شنو اللي باش نخدموا عبر الانترنت، اي بطبيعه الحال، واتفقنا على كونه باش نعملوا للواحد. طلبنا من مصنع، طلبناه قلنا له تنجم تكون كذا، تبارك الله عليه. هو بالمناسبه نحب نشكره سي علي، تحيه كبيره لي، وي نحب نشكره ويعطيه الصحه، معناها قال كل شيء على ذمتكم. فهمتني، طلب الجماعه قال حاجه واحده، شوفوا لي الترخيص اللي باش يخدموا باش يخدموا، شوفوا لنا ترخيص، شفنا له ترخيص وبدا يخدم لنا، ومن خلالها قلنا شنو اللي يلزمنا. الناس اللي في الواجهه هما اولى، اللي هما الامن والعوان الصحه، اي اللي كان بالحق يلزمنا ناخذوا معاهم، اديوا الواجب نتاعهم. من خلال الشيء اللي خدمناه فك الظرف هذاك، فرقنا على مراكز الشرطه في منوبه والدندان وحي التحرير وحي ابن خلدون، في البلديات كيف كيف منوبه والدندان وحي التحرير وباردو، فهمني اعطيناهم هما الاولانيين. مشينا للرازي للقصاب، مشينا للمندوبيه الجهويه للصحه واعطيناها بحكم اللي هي معناها تشرف على قرابه 15 ولا 15 و20 مستوصف، اعطيناها 1000 كمامه. فهمني كم هائل معناتها، فما انتاجيه بها بطبيعة الحال. بدينا بهم هما، بعد قلنا لا يلزمنا نزيدوا نقدموا شويه حتى في السوق، الخيان البياعه اللي في السوق فهمني، يلزمنا زاد نعاونوهم ونعطيوهم ونوعيوهم. هي الحاجه الباهيه وقت اللي تعطيه الكمامه معناها لافابل هذيا فهمني، نوعيوهم ونقولوا لهم شنو من خلال الكمامه هذيك وقت اللي تعملها البافيت هذيك وقت اللي تحطها راهو باش تحمي روحك وتحمي غيرك. تحمي غيرك فهمني، اعطينا في الاسواق في المناطق هذيك الكل في الاسواق، بعد درنا للمراكز البريد. ايواش اخرتها البارح مشينا مع العوده المدرسيه جماعه البكالوريا، وبالمناسبه ان شاء الله ربي ينجحهم الناس الكل. امين. مشينا للمعهد بحي الحديقه فهمني، وقمنا بتوزيع الكمامات على التلامذة اللي ما عندهمش كمامات. هذه سي كمال الحاجة اللي تفرح انه احنا مازلنا مواصلين في التصدي للوباء هذا، رغم المؤشرات الايجابية الا ان مازلنا ماخذين الحذر نتاعنا، مازال مجتمعنا المدني قاعد يخدم، السلطات نتاعنا ايضا مازالت قاعدة تتبع وقاعدة تخدم، هذا اللي خلينا في امان ومأمن. بطبيعة الحال هنا زاد ثم عمل اخر قمنا به ديما الميكرو كفاءة تونسية بتولوز، كفاءات زاد ثم نحب نحييهم فهمتني، ريزو دي كومبيتونس ا تولوز، ريزو دي كومبيتونس تونيزيان ا تولوز، اللي هما بعثوا لنا مبلغ وساهمنا به في رمضان للناس المعوزة فهمتني، اعطيناهم. نحب نشكر الهلال الاحمر والكشافة بمنطقة حي تحرير ومنوبة وندندن اللي عاونونا زادا، هما مشاو خرجوا معنا معنا خدموا بالكدا. الهلال الاحمر بعد شويه باش يكون حاضر معنا ان شاء الله. ايوه هذا كله معناها صار في الظرف هذا فهمني، وما ننساو زادا العمليات اللي قمنا بها، هي العمليات التحسيسيه للمواطنين على كل الاكتظاظ هذاك فهمني، وعيناهم قدر الامكان. اي ديما اكيد الناس عندها ثقه في المجتمع المدني، معناتها نعرفوا اللي فما ديما فما شويه خلاف بين الشعب والسلطه، هذا موجود في العالم الكل، ماهوش عندنا احنا. ديما يحس ربما كي يجي حاكم ولا يجي الشرطه يحسها كانها سلطه تحب تقمعه، لكن المجتمع المدني يحس لي هو قريب. اي هو نحكي لك حكايه في السياق هذايا. أيوة. النهار الاول في الحصه اللي حبينا الحصه التوعويه اللي حبينا نعملوها، مشيت حكايه
دونك لقيت ردود فعل ماهيش فيها وعليها. ايواش النهار الثاني لبست التوني وخرجت له. دونك انت فما استجابه. دونك استجابه تبارك الله. اي هذا تأييد لكلام ان المجتمع المدني اليوم قاعد يلعب في دور كبير في تونس. نختم معك انت يا يسرى، هل انه رجعتوا للنشاط نتاعكم العادي؟ مازال فما توازي بين النشاط العادي وبين النشاط الاستثنائي في زمن الكورونا نقولوا احنا؟ بالنسبه لنشاطنا الاستثنائي اللي هو حبيت نوري هذه الكمامه، هذه الكمامه نتاعنا اللي انتم انتجتوها صنعناها. يعني لونها ربيعي هيك خضراء. عملنا الأخضر وعملنا الأزرق وعملنا الأسود عملنا. وهنا نحب ما جيناش رانا يدينا فارغة، جبنا 50 كمامة قابلة لإعادة الاستعمال. رانا هنا حتى جمعية بيئية حتى في تفكيرنا إنه ما استعملناش الكمامة ذات الاستعمال الوحيد. أيواش لافابل. لافابل راهي قابلة لإعادة الاستعمال. وما جيناكمش يدينا فارغة، جبنا 50 كمامة نقدموها هدية لمؤسسة التلفزة التونسية وباللونين هذوما. هذوما جست يعني كمثال الأخضر للبنات والكحل للأولاد. أكهو 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 يعني نمزل فاتح دمك زمنا حاجة فاتحة. اللي فيها مذومة فيهم تروها كوش. أي تروها كوش. هو في المرحلة الأولى خدمنا هكايا، والمرحلة الثانية وقت اللي خرجت الكايت شارج فهمني خدمنا زادة معناها اللي بافيت نتاعنا هما كونفورم سولون الكايت شارج سولون لي نور تبقى للكايت شارج اللي خرج. أيوة نحب نعرج شوية، نعطي إحصائيات فيها فترة الشهرين وطريف يعني كيفاش شنو بالأرقام جمعية من أجل تونس نظيفة في الشهرين هذوما بالأرقام. تم تجنيد 15 عضو وعضوة من الجمعية في هالشهرين هذوما. كما قلت تحية كبيرة للناس اللي خدمت راهي عرضت روحها للخطر وعائلاتها وكل يعني تحية هذا كبيرة تحية للمجتمع المدني الكل مش من جمعيتنا بركة، للناس الكل، للأمن، للجيش، للأطباء وللناس الكل اللي خدموا، الناس الكل تحية لهم. وهذه أقل حاجة نقدموها لهم. صحيح هذه حاجة. أيوة. ثاني حاجة تحصلنا على تراخيص، رانا ما درناش من غير تراخيص، رانا كلنا أمورنا قانونية، رانا ندورو بالتراخيص، تحصلنا على تراخيص، عملنا ما يقارب 25 ساعة اجتماع يعني فيرتوال يعني بالانترنت في رمضان وقبل رمضان وقبل شقان الفطر وبعد شقان الفطر، الكل عشنا اللحظات هذوكم الكل. كيف تم تفريق 6500 كمامة وصلنا بهم للكيف السليانة نابل تونس 1 و2 منوبة صفاقس وصلوا وين فما نجم نوصلوا رانا ما نبخلوش كيف بالتعاون مع جمعية الكفاءات التونسية بتولوز تم تفريق 37 قفة رمضان ما بين معتمدية الدندان ومعتمدية منوبة للعائلات اللي ضرت من هالجائحة هذه. تم تفريق 300 قارورة ب 30 ملي لتر من الجل المعقم في الأسواق مع الغرفة الفتية بمنوبة. أيوة. هذا يعني تأقلمنا مع الوضع. مشاريعنا توا كما يقولوا اون ستاند باي، مشاريعنا توا واقفه بحكم انه يلزم يصير تراخيص والدوله تقول راهو يرجع العمل الجمعياتي العادي بصفه عاديه باش نرجعوا. مانيش قاعدين استغلينا الفرصه هذه باش يكون حضورنا سورتو صحتنا وصحه بلادنا يعني الناس في هذه اولويه بالطبيعه باش نجم نوصلوا الانشطه نتاعنا. والبيئه رانا ما نسيناهاش، رانا كي خيطنا الكمامات خيطناهم اللي هما نعاودوا نستعملوهم ما نلوحوهمش. وهنا نحب نعدي مساج صغير يا ناس الكل يلي تسمعوا فيا المشاهدين الكل، ما نلوحوش كماماتنا وين يجي هذا هو. راهو الكمامات مصنوعه من مواد بلاستيكيه. الكمامه باش تتحلل في التربه تقعد 450 سنه يعني هذايا انا هذا شنو نقول لك. ميساج مهم لازم الناس الكل يسمعوه، معناتها ما تخلصش بالكمامه نتاعك وين جيت، نجم تحطها في البوبيل
نجم يتم نقلها معناتها نحطوها في ساشي ولا حاجه نسكروا عليها نسكروا ونلوحوها ما فيها نلوحوها في النفايات أيوة. نتاعنا حركه صغيره ما تكلفنا حتى شيء انه لا قدر الله العدوى يعني اللي تنتقل اللي, أيوة. اللي تصير يعني نشوفوا لي دو فولي اللي نخدموا عليهم انه على العدوى وقف انتشار العدوى عافانا وعافاكم الله وانه المحافظه على البيئه نتاعنا واضح يسرى سي كمال سيدي احنا نشكرك نشكركم نشكركم على الاستضافة هذه في الأخر يعيشك الحاجة واحدة تأكيد الشيء اللي قالته الأخت يسرى وأنه هي في حد ذاتها قاعدة تخدم على المشروع متاع الكمامات اللي قاعدة تتلوح بارتو وهذايا هو يخوفنا برشا ويلزمنا احنا تو كانت عندنا مشكله تاع ساشيات وبلاستيك اللي هي ولات عندنا مشكله الكمامات واللي عندنا الكمامات دونك كيما قلنا نداء لكل المواطنين بربي الكمامه اتواها وحطها في ساشي وحطها في البوبال علاش هذا الكل على خاطر راهو السيد اللي عون البلديه شيلتقطها هو اللي باش يهز وهو اللي باش يتعرض للشيء هذا صحيح هو مواطن تونسي هو ابو صغيرات هو تونسي قاعد يخدم يعطيكم الصحه شكرا لكم سي كمال حريز يسرى الزديني يعطيكم الصحه مزيد بالتوفيق ان شاء الله في جمعيه من اجل تونس النظيفه كنا نعملوا من اجل تونس من اجل سلامه بلادنا من اجل هالبلاد اللي حاميها ربي سبحانه معناتها تشوفوا في عز الازمات انه تونس والحمد لله ديما تتجاوز شنو هو الاسباب هذايا موضوع يلزم تاع دكتوراه معناتها علاش تونس الحمد لله يا ربي ديما انا نتجاوزوا ازماتنا بنجاح نمشيو شويه رومانسيه مع مروان خوري ومن بعد نرجعوا نكملوا بقيه احديثنا في صباحكم تونسي وصباح خير الناس اللي تحكوا بنا توا